إعادة فتح معبر طريبيل الحدودي بين العراق والأردن مع إلغاء التعرفة الجمركية واستئناف العمل بخط نقل النفط الخام العراقي إلى الموانئ الأردنية، إضافة إلى تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين بغداد وعمان واللجان المشتركة. أهم القضايا التي ناقشها وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني مع نظرائه في الحكومة العراقية خلال زيارته إلى بغداد ولقائه مع رئيس الوزراء حيدر العبادي. إعادة وتنشيط العلاقات وفتح المعبر الحدودي اللي هنالك قرار حقيقة من الحكومة العراقية بضرورة فتحه والإسراع بفتحه بعد إزالة العوائق الأمنية والفنية وتنشيط الخط الدولي الرابط بين البلدين الشقيقين، وكذلك إعادة العمل بخط الناقل للنفط العراقي إلى الموانئ الأردنية. أكيد على أهمية فتح الحدود ومعبر طويبيل لأبعاد إنسانية واقتصادية ورسالة سياسية واضحة للإرهاب والتطرف بأنه غير قادر على تغيير الحياة الطبيعية لأهل العراق والجالية العراقية أيضا الموجودة في الأردن. أيضا تم التباحث فيما يتعلق في إيجاد مشاريع مشتركة تساهم في تنمية التنمية الاقتصادية المستدامة للعراق الشقيق وشراكات حقيقية ما بين المستثمرين الأردنيين والمستثمرين العراقيين. التحدي الأمني الذي يواجهه العراق والمتمثل بمحاربة تنظيم داعش لم يغب عن أجندة زيارة الوفد الأردني الذي جدد دعم حكومة بلاده للعراق للقضاء على التطرف والإرهاب وإنعاش التعاون الاقتصادي في المنطقة. سلامة وأمن ووحدة أراضي العراق هي مصلحة أردنية عليا بكل معنى الكلمة. تأييدنا ودعمنا الكامل للعراق الشقيق في ضحض الإرهاب والتطرف والخوارج. فيما كانت المحطة التالية لوزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني لقاء نظيره العراقي وزير الصناعة والمعادن وكالة محمد شيع السوداني، وجرى بحث سبل التعاون الثنائي في مجال إنشاء المدن الصناعية وتفعيل عمل الشركة العراقية الأردنية للصناعة. استعداد لاجتماعات اللجان العليا بين البلدين أو اللجنة العراقية المشتركة، هناك سقف زمني حدود هذا 2017 سوف يكون موعدا لهذه الاجتماعات. مجال المدن الصناعية في مجال تطوير وتمويل وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأيضا في مجال المشاريع الاستثمارية. وبحسب تصريحات رئيس الوفد الأردني فإن زيارته تمهد الأجواء لزيارة رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي إلى بغداد خلال الأيام المقبلة. محمود فؤاد الحرة، بغداد.